رأس موالين للرئيس اليمني علي صالح خلال مسيرة سلمية في العاصمة صنعاء، وقد خرجت مسيرات أخرى في كل من تعز وإب والضالع وصعدة تدعو لما يسمى بالحسم الثوري، وتؤيد المجلس الانتقالي الذي شكل مؤخرا. من جهة ثانية، دعا الرئيس اليمني في مقال نسب إليه ونشر في صحيفة الثورة اليمنية الرسمية إلى الحوار للخروج من الأزمة الراهنة. مسيرات لا تكاد تهدأ في أرجاء اليمن في ظل استمرار غياب رئيسه وتشكيل مجلس انتقالي مثير للجدل والانقسام بين شباب الثورة ومكوناتها. فها هي مسيرة سلمية لشباب الثورة جابت العاصمة، لكنها لم تسلم من رصاص قناصة موالين للرئيس اليمني وسقط فيها ضحايا. وفي مدينة إب خرج أبناؤها يطالبون بالحسم الثوري وأيدوا تشكيل المجلس الانتقالي، وهو الحال ذاته في الضالع. شباب الثورة في تعز لم يرفضوا عودة الرئيس صالح من الرياض وحسب، بل وأصروا على ترحيل أقاربه أيضا. أما صعدة فكانت عناوين حشودها تجديد الدعوة لإسقاط النظام ورفض الوصاية الخارجية. وبعد أسابيع من المطالبات الشعبية بتشكيل مجلس انتقالي يدير البلاد بعد مغادرة الرئيس علي صالح للعلاج في الرياض، أعلن ائتلاف من شباب الثورة لذلك المجلس في غياب للمعارضة الرئيسة ولبعض التكتلات في الساحات. أصوات من أعضاء المجلس المكون اعتبرت أن تشكيله خطوة لتحريك الجمود في الثورة. هذه الخطوة التي اتخذوها الشباب في الساحة هي حركة المياه الراكدة الذي كانت راكدة بالنسبة للثورة، والذي أوجدت نوع من الإحباط. وفي نفس الوقت نتمنى أن لا يستثنى أحد من انضمامهم داخل هذا المجلس. أما اللقاء المشترك المعارض الذي يضم ستة من أحزاب إسلامية ويسارية وقومية، فموقفه من ذلك المجلس لا يزال قيد الدراسة، كما صرح بذلك الناطق باسمه. 12 تكتلا شبابيا رفضوا ذلك المجلس، وبرروا رفضهم بأنه لا يمثل جميع مكونات الثورة، واعتبروه تجاوزا للشباب واللقاء المشترك وقوى الحراك والحوثيين ومعارضة الخارج. وفي ظل هذا الغليان الشعبي والانقسام السياسي، استغل الرئيس علي صالح الذكرى 33 لتوليه الرئاسة للدعوة مجددا للحوار، بل واعتباره المخرج الوحيد. وزعم في مقال نسب إليه أنه لم يكن لديه مطمع لتولي الحكم، وجدد وصف معارضيه بالانقلابيين. نحو 6 أشهر هي عمر الثورة في اليمن، وهي لا تزال تواجه تحديات أمنية واقتصادية انعكست على مجمل حياة الناس، لكنها لم تثني شبابها عن الصمود في الميادين إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وفي هذه الأثناء اعتصم مئات من النازحين القادمين من محافظة أبين في وسط مدينة عدن في جنوب اليمن للاحتجاج على استمرار معاناتهم بسبب تهجيرهم من منازلهم وعدم اتخاذ السلطات اليمنية أي إجراءات فاعلة لإنهاء سيطرة المسلحين على مناطقهم. وطالب النازحون المحتجون المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لمعاناتهم. يذكر أن نحو 70,000 نازح فروا من محافظة أبين ولجأوا إلى محافظتي عدن ولحج في ظروف معيشية صعبة. أصدر المجلس العسكري في مصر قرارا